السلام عليكم، ازيك يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم وصفه الكريب. وصفه الكريب من الاكلات الحلوه قوي واللذيذه وكلنا بنحبها بصراحه. بصوا، ومقاديرها بتبقى في كل البيوت، يعني مش هتجيبي حاجه من بره خالص خالص. النهارده هعمل معاكم الكريب الحادق ان شاء الله. معايا كوبايه ونص من الدقيق. انا قلت لكم قبل كده ان الكوبايه دي قد كوبايه المج بتاع الشاي العادي اللي في كل البيوت. ودول 4 معالق من الزيت، زيت ذره يكون زيت نضيف يا جماعه. ودي كوبايه من اللبن، او ده مج عادي اهو من اللبن. وهنا 2 معلقة من الميه. الميه دي بتعمل في الكريب ايه بقى؟ بتخلي الكريب مقرمش كده، قرمشه لطيفه قوي، بيبقى حلو قوي. اللي مش عايز الكريب يبقى مقرمش ما يحطش 2 معلقة الميه دول، يستكفى بس باللبن وهيبقى معاه طري ان شاء الله وحلو. ومعايا 2 بيضة، ومعايا ملح، ده ربع معلقه من الملح، وربع معلقه من الفلفل الاسود، حاجه بسيطه قوي. لو حلو يبقى هنبدل الملح بالسكر والفلفل الاسود بالفانيليا. بس كده، هي دي مقادير الكريب. نبدا بقى مع بعض. نجيب الخلاط. اول حاجه، واللي عايز يعمله بالمضرب اليدوي اوكي، اللي عايز يعمله بمضرب الكهرباء اوكي، في الخلاط مفيش مشكله. نضيف اللبن، بعد اللبن على طول نضيف الزيت. ومعلقتين المية. اجيب كده طبق صغير، هفتح فيه البيض عشان لو البيض فيه حاجة مش كويسة تبان، ما تبوظليش الخليط كله. خلاص اوكي، البيض كويس. اضيف البيض. هضرب دول الاول في الخلاط، وبعد كده هنزل الدقيق اخر حاجة. هضيف الملح والفلفل، والدقيق هضيفه اخر حاجة. هضربه في الخلاط وارجع لكم تاني. بصوا، ضربته كويس جدا في الخلاط. هضيف بقى الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هرجع بقى اضربه تاني في الخلاط وارجع لكم تاني. بصوا، خلاص هنا ضربت الكريب كله وكل المكونات بتاعته. بس في خطوة بقى مهمة جدا لازم نعملها. لازم نصفي الكريب كويس جدا علشان خاطر لو في اي تكتلات تطلع في المصفى، علشان الكريب يبقى ناعم معانا ويديكي نتيجة، افضل نتيجة. بصوا، القوام بتاع الكريب هو ده القوام اللي انا عايزاه، ده القوام المظبوط بتاعه، ولا تقيل ولا خفيف. بصوا، تقريبا ما طلعش حاجة، بس برضو علشان نضمن ان الكريب بيطلع ناعم وما فيهوش اي تكتلات خالص. هسيب بقى الخليط ده يرتاح 10 دقايق قبل ما نشتغل بيه. بصوا يا حبايب قلبي، بعد ما الخليط ارتاح تقريبا نص ساعة في الثلاجة، نبتدي بقى نشتغل بيه. عندي طاسة هنا، طاسة تيفال. يا ريت يبقى طاسة تيفال، اللي مش عنده يعمل في اي طاسه تاني، بس تيفال بيطلع نتيجه حلوه قوي للكريب، مش بيلزق فيه خالص.
الطاسة سخنت جامد، بسحب بزيت كده حاجة بسيطة، النار ما تكونش عالية قوي ولا واطية قوي، النار تكون وسط. بالشكل ده كده نبتدي بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل أول كبشة. بسم الله، ونحاول نوزعها في الطاسة كلها. ما تكونش بقى الطاسة سخنة قوي قوي، زي ما في ناس كتير قوي بتقول لازم الطاسة تبقى سخنة قوي قوي. اول ما تنزلي في طاسة سخنة قوي هتروح مستوية في من حتة وحتة، لا فالطاسة تكون وسط، مش سخنة ولا باردة خالص. اول ما احس ان الاطراف عندي ابتدت تلون حاجه بسيطه هروح قلبها على الناحيه التانيه على طول. والكريب مش بيبقى حلو قوي لما بيبقى تخين، يعني لما بيبقى رفيع، مش رفيع قوي بس يبقى مناسب، بيبقى بيدي نتيجه حلوه قوي. اول ما الاطراف دي تلون حاجه بسيطه قوي هروح قلبه الكريب ان شاء الله. نوسع كده للكريب عشان ما يلزقش، بس حرص جدا. بصوا لسه ما خدش لون، الكريب اذا كان ناجح ولا لا. بصوا انا حاولت اسلكه، الاطراف بتاعتي ما اتفصلتش، الاطراف بتاعتي لسه سليمه زي ما هي، شايفين كده؟ يبقى المقادير بتاعتنا الحمد لله مظبوطه جدا. احنا مستنيين بس ياخد لون كده الذهبي حلو. اوكي كده ممكن اللون ده يكون حلو. بصوا ولا اتكسرت ولا اتحركت ولا حصل فيها اي حاجة، وشكلها جميل جدا. نشوف من الناحية التانية. خلاص كده بقى حلو، نطلعه على صينية. بصوا من الناحية التانية، بصوا لونه حلو ازاي، نغطيه بفوطة نظيفة كده. الفوطة دي انا مخصصاها للمطبخ علشان هو بينشف بسرعة جدا. نغطيه بالشكل ده وننزل تاني كبشة. مننساش برضو ندهن زيت.
هبط الكريم بالشكل ده كده. اظن سهل جدا والحمد لله. مبسوطه جدا ان المقادير طلعت مظبوطه بجد. هتعرفي ان الكريب بتاعك مظبوط لما الاطراف بتاعتك ما تكسرش، لان لو المقادير مش مظبوطه الاطراف هتلاقيها اتفتحت واتكسرت. نبتدي نسلك له كده بالراحة بالراحة جدا. الشكل ده كده اهو، سلكت الأطراف بتاعته، خد لون حلو. أقلب رايكم ياخد اللون من الوش ده كمان ونحط واحده ده. الكريب ده برضو من الاكلات السريعة جدا، مش بياخد وقت خالص. خلاص اوكي، هو كده مناسب. بصوا الكريب معايا مش بيتقطع، بصوا ماسكاه اهو، ولا بيتقطع ولا اي حاجة اهو. نحط على الاولانية ولازم نغطيه يا جماعة علشان ما ينشفش. نغطي بفوطة عشان ما ينشفش. نجيب زيت تاني سهل صح؟ اخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني اوريكم عمل المقدار اللي احنا عملناه عمل قد ايه من الكريب. خلاص يا حبايبي انا خلصت الكريب. ادي شكله. علشان الفيديو ما يطولش مني قوي انا كده عرفتكم طريقه شكل الكريب والمقادير بتاعته وازاي بيتسوى. الفيديو اللي بعده على طول هصور لكم الحشوة اللي انا حشيتها دي، حشوة بسيطة وسهلة ولذيذة جدا هتعجبكم. بصوا الكمية الكريب عملت لي قد ايه، عملت لي 6 كريبات. يعني الكمية اللي انا قلتها لكم عملت لي 6 كريبات. بصوا الكريب طري ازاي، بصوا اهو اهو. بصي تقدري تشكليه زي ما انت عايزة، بصي ولا بيتقطع ولا بيحصل له اي حاجة اهو. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتكون سهلة عليكم. ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة. باي باي.